السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم. اليوم غادي نصاوب الكغاطان ديال البطاطا والدنجال، كيجي لذيذ بزاف. قبل ما ندوز المقادير بغيت نشكر الناس اللي دخلوا عندي جداد، مرحبا بكم ومرحبا بالناس القدام تاهما. وندوزو دابا المقادير. غادي نحتاجو عندي البطاطا، عندي هنا البطاطا اللي قطعتها على الشكل هذا، مغليضاش ومرقيقاش. سلقتها مع شويه ديال الثومه، شويه الملحه وزيت بلديه، نص سلقه. وعندي هنا الدنجال تا هو رقيق، تا هو قطعته رقيق، درت ليه تا هو شويه ديال الملحه شويه ديال البزار، ودرت معلقه ديال الزيت، درتها في الطفال وخليته تا طاب على خاطرو باش ما نقليش في الزيت. وهنا عندي بصله، عندي بصله مشلضه، عندي الكفته، عندي ربع ديال الكفته، عندي فرماج احمر كيكم تعوضوا بموتزاريلا، عندي لاصوص طوماط كلشي تيعرف يصوبها. عندي هنا يلا هذه صوص بيشاميل، وعندي قزبر وقزبر معدنوس. هنا عندي الثومه غبره وثومه بودره، عندي فلفل حمراء او تحميره، شويه الملحه، شويه الابزار. صافي هادشي اللي عندي، وغادي نبدا نخلط. غادي نحيد هادشي باش يبان لكم مزيان. دابا غادي ندوز ندير الكفته، غادي ندير هاد قزبر معدنوس، وغادي ندير هاد التوابل، غادي ندير سمحوا لي على تسطع، غادي ندير البصله. صافي وغادي نخلط هادشي مزيان. غادي نخلطو مزيان، من بعد ما خلطت الكفته مزيان درت كوانات على شكل شويه كبارين، وغادي نوريكم دابا شنو غادي ندير. غادي ناخد هاد المول ديال الفران، غادي ندهنو بشويه ديال الزيت، غادي ندهنو تم من الجناب هكا، وغادي نستف فيه البطاطا. غادي نسلق تام السلقه، غادي نبقى نستفها هكا، غادي نكمل نستف كلشي وغادي نرجع معكم. هنا من بعد ما ستفت البطاطا غادي ندير عليهم الكويرات ديال الكفته، غادي نحطوهم بطريقة عشوائية، مغاديش نبداو نسطحو غير هكا. غادي نعاودو نديرو البطاطا، نحطو هاد الطريقة، نوقفوها من هنا في جفة الجنيبات هكا. نكمل وغادي نرجع معكم باش نوريكم شنو غادي ندير من الفوق. غادي نكمل هاد الشناب كله وغادي نرجع. هنا من بعد ما كملت كلشي، هاد البطاطا اللي بقات ليا غادي نقسمها هكا على جوج، وغادي نحاول نديرها هكا في جنيبات بحال هكا، غير في جنيبات بطريقة عشوائية هكا. ها انتما صافي. دابا غادي ندير هاد لاصوص طوماط اللي قلت لكم تقلي وجدتها، غادي نديرو غير شويه هكا. حتى هي كتجي لذيذة بزاف هاد الصلصة هادي، غادي نحاول ندير هكا.
ولا ديروها بطريقه عشوائيه هكا كبوها ماشي مشكل. صافي بركه حتى نسيتها. دابا غادي نوريكم هاد الدجاج كيفاش درت ليه حيت هادي باش يجيكم باين مزيان. الكفته اللي بقات ليا درتها في هاد الدجاج هذا بحال هكا وغادي نرولي هكا كيجي على هاد الشكل هذا. ندير معكم واحده اخرى الكفته بقات ليا كيف ما قلت لكم شويه الكفته وغادي نرولي هكا. صافي وغادي نستفو حتى هو في هاد مع الكفته وهاد البطاطا غادي نحطو حتى هو بطريقه هكا غادي نستفو. انا غادي نكمل كلشي ونرجع معكم. من بعد ما كملت هاد الدجاج بالكفته درتو في هاد مع البطاطا ولا صوص الطوماط. دابا غادي ندير عليهم هاد لاكريم ديال هاد لاكريم لي صوص قبيله ديال البيشاميل غادي نديرو على الطريقة هادي. نحاول نغطيو هداك الفوق كلو ديال البطاطا والدنجال كتجي لذيذة بزاف. هدا عشا ولا غداء بحال هكا وجبة سريعة ديال سريعة التحضير هي غادي توجد ان شاء الله. و حتى في المذاق كتجي رائعة لذيذة بزاف. وغادي ندير عليها من بعد الفرماج حمر. دابا غادي ندير الفرماج حمر وغادي ندخلها للفران راه مسخن على درجه الحراره 180 وغادي نغطيها بورق ديال الطبخ وغادي نخليها حتى طيب من حيت هذيك الكفته طابت. ومن بعد غادي نعري عليها وغادي نخليها تحمر من الفوق. صافي بركة من الفرماج اللي درت بزاف. صافي وغادي نغطي عليها كما قلت لكم وغادي ندير ليها هاد الورق ديال الطبخ وغادي نديرها للفران وغادي نقطع ونرجع معكم. هذا هو الشكل ديالها النهائي من بعد ما خرجتها من الفران. تسنيت عليها حتى طابت ومن بعد حيدت لها داك ورق ديال الطبخ وخليتها تحمرات من الفوق مزيان. شدات هذا اللوين هذا كتجي لذيذة بزاف. كنتمنى تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه. وبسلام عليكم ونتلاقاو فيديو جديد. سلامه.